النقد الساخر هو أسلوب يستخدم لطرح آراء المتصف بطريقة ذكية، والهدف منه تصحيح الأخطاء الواقعة أو تقديمها بطريقة كوميدية دون تجريح لأشخاص بعينهم. شادي مارون اسم لامع في عالم الكوميديا بفضل موهبته الفذة وقدرته على تقمص الشخصيات المتعددة وتقديمها للجمهور بطريقة غير جافة ولا جارحة. ومن عرض الأزياء انتقلت بونيتا سعادة إلى التمثيل، وظهرت في سلسلة طويلة من البرامج الكوميدية من الأسأل شي لا راحت عليك وراك وراك ولا يمل. تميزت بونيتا من خلال أعمالها الكوميدية بحلاوة الروح وخفة الدم، وها هي أيضا تتقمص شخصيات متعددة وتقدمها بطريقة مرحة للجمهور. بونيتا سعادة، شادي مارون، أهلا وسهلا فيكم. شادي، بدي بلش مع حضرتك. بدي بلش مع بونيتا. التقليد كفن يدخل في إطار الفن الكوميدي، هل فينا نطلق عليه فن قائم بذاته؟ وهل هو فن صعب إذا كنا بدنا نسميه فن؟ فن قائم بذاته، أكيد طبعا. مثلا بتشوف في كبار الممثلين بأمريكا ببلشوا، مثلا إيدي مورفي كان يقلد كذا شخص، كان بارع بالتقليد، بس جزء من التمثيل كمان، يعني جزء من التمثيل. هلا في ناس مثلا ما بيمتلكوا التمثيل، بيمتلكوا بس التقليد. هي ممكن تتطور في مقلد ان يتحول الى ممثل بارع يجيد كل الادوار. وحضرتك بعرف انه ملفت للنظر بالتقليد وبالتمثيل، مش فقط بالتقليد. قديش التقليد بيقدر يكون هيك مثل ما عم تحكي حضرتك؟ هلا مثلا انا ماني اكاديمي، مش دارس تمثيل، موهبه، يعني بلاقي شويه صعوبه مثلا مثل دراماتيك، بفضل ضني بالتقليد اللي انا بارع فيه. هلا ممكن مثلا واحد بيمتلك موهبه التقليد ودرسها بالجامعه، دارس تمثيل بالجامعه، ممكن يشتغل الاثنين. بونيتا، يعني اللي سالته لشادي، هل التقليد يعتبر فن قائم بذاته؟ وهل المقلد يعني اللي بيقلد عبر التمثيل يستطيع ان يمثل ادوار اخرى؟ اي، لانه اذا الكاتب كاتب شخصيه، الممثل المقلد اللي بده يعمل دور كتمثيل بده يجسد شخصيه كتبها الكاتب. فبحس انه بيقدر، لانه المفروض بس الواحد يفوت على البلاتو التمثيل بده يكون شخصيه منه هو، بدها تكون مركبه. فنفس الشيء نحن بس نقلد، انا ما بعرف شادي، بس قلد بصير مش بونيتا، بصير شخصية اللي عم بقلدها، بدي اخذ صفاتها، طبعها، حكيها، كل شيء، وبصير مش انا. حتى عم بيمثل حالات معينة، مثلا اذا عم نقلد نحن شخصية معينة بحالة معينة، مثلا مزبوط، زعلان، بموقف معين، راضي. شو بيتطلب التقليد؟ تقليد يعني التقليد كفن شو بيتطلب؟ اول شيء يعني لازم يكون واحد مالك الموهبة، موهبة التقليد، ويكون يحبه. اوكي. بعدين تتطلب شغل، مراقبة، مش مجرد أنا مثلا حضرت شخصية بظرف زمني ضيق جدا، بدك تتابع يعني دايما بمواقف مختلفة، يمكن على فترة، يعني فترة مش قصيرة. يعني هل لازم تحب الشخصية اللي بدك تقلدها لا تقلدها؟ وهل من سمات معينة للشخصية التي تصلح للتقليد؟ لا، مش ضروري. في شخصيات صعبة مثلا ما بتقدر تقلدها مثلا. هلا في شخصيات، لان احنا ما بنقلد بس نقلد، نحن بنعمل كاريكاتير من خلال التقليد، يعني بنشوف نقاط معينه بالشخصيه بنجسمها. هلا اللي بيستهوينا انا مثلا شخصيه حامي ولا شخصيه بارده، هيدا بيبقى الكاريكاتير اسهل واحد يطلعوا فيها. مثلا في شخصيات بتبقى بالوسط، في شخصيات حياديه يعني لا انفعاليه كمان، يعني ايه مثلا الكاريكاتير صعب واحد يستخرجوا، مثلا واحد منخوره كبير بتكبريه بعد زياده، شفتي كيف؟ كمان بموضوع التقليد، واحد منخوره عادي شو بدك تعملي فيه؟ او واحد منخوره صغير بتصغريه زياده، ما بعرف اذا وصلت لك الفكره. وصلت الفكره، او اذا اسلوب كلامه مثلا ملفت للنظر ممكن تزيدوا انتم بهيدا بموضوع التقليد، مش بس بالشكل يعني. اكيد هلا الشكل بيساعد. بونيتا، لازم تحبوا الشخصيه اللي بتقلدوها او فيك تكرهيها يعني كمان؟ لا، ما هو مرات بس اللي بده يقلد بده يكون عنده دقه ملاحظه. ففي اشخاص كثيرة هلا الموهبه ماني محترفتها هيدي التقليد، بس مرات بقلد الجاره، بقلد اشخاص مش معروفه، بس بيستفزني صوتهم، بتستفزني طريقه حكيهم،
بتصير يا بتضحك هيك بكون ما بحبها وبكون ما ضروري احبها. اي مثلا شقيقة. عندي جاره بتضحك عندي جاره مثلا هي خياطه بكون بدي اقصر بنطلون بتلفن لي شي 5 تليفونات على تقصير بنطلون كل اللي بتقول لي كل مره بتقول لي نفس الشيء بحبك لك البنطلون مثل ما انت بدك بعمل لك اياه بقول لها انا طنط انه قصري 2 سم بليز ما بدي اكثر بعمل لك الخيط من برا ولا من جوا بعمل لك اياه ابيض ولا اسود على عرفتي انه بصير بلين انا بصير ضحكهم بالبيت بقلدها لانه بتضحكني عرفتي ممكن تاخذي شخصيه من المجتمع يعني جاره شخصيه من المجتمع وتنقليها على التلفزيون او على المسرح يعني بلا بس انه بعد ما عرضتهم يمكن هالشخصيات على يعني اكثر الشخصيات اللي عم نشوفها تقلد هي شخصيات معروفه مين اكثر شيء بيجذبك شادي لتقلده يعني بنعرف انه مثلا بتقلد الرئيس دوله رئيس بري مثلا بتقلده بطريقه رئيس بري وانا مبسوط كثير رياض لقلب بيت اهله على بهله وانت يا ست رابعه بطلع عليك بكيش لازم يسبوكي رابعة لازم يسبوكي تالتة أو تادية أو أولى حتى شي مرة سمعت تعليق من الرئيس بري يعني في مرة بعد ورانا ايه يعني صرت مخبرها هيك كذا كذا مرة نعم بدك ترجع تسمعيها بس ما ليش لا ايه بعد ورانا ايه وشو كان التعليق شو كان تعليقه يعني لأدائك هو بالواقع الصحافي سعد الياس مندوب صوت لبنان بالمجلس النيابي قال له في شخص بقلده كثير منيح هيدا عم بحكيكي من حوالي 5 سنين يعني اسمه شادي مارون لازم تشوفه قال له شو انت السكرتير تبعه بتاخذ له بعيد قال له لا بقلده كثير منيح هلا بعد يومين دقوا لي نزلت لعنده اول ما شافني قال لي انت يا ابني من وين بتعرف تقلدني هالقد قلت له من انا وصغير بقلدك برقبك قال لي انت وصغير العم هالقد انا كبير بونيتا بنهفات يعني بتاخذي شخصيات كمان بتقلديها يعني نماذج وشفناك مره بمقابله تلفزيونيه قلدتي فنانات مثلا مين اكثر فنانه او شخصيه بتحب تقلديها وبتبرعي بتقليدها كلهم بحب اقلدهم كلهم بحب اقلدهم بس بحب ينحطوا باطار حلو يعني مثلا الفنانه بحب ينعمل لها نص حلو هلا انا بحب شو يعني اطار حلو يعني مثلا وقت قلدنا مادونا نزلت بعد راس السنه انه كان عمل كتابه وطريقه حلوه اجت بموقعها انه عم نقلد مادونا يعني ما يكون في تجريح ولا شيء من النوع ايه هذا السؤال انه امتين بكون التقليد فن خفيف وقت بيكون بمحل وقت بيدخل باطار التجريح وهل حدث هالشيء معكم مثلا انا عم بحكي مع شخصين انه حدا انزعج يمكن في هيك شعره خيط رفيع كثير بده واحد يكون كثير دقيق اول شيء من ناحيه النص ومن ناحيه التقليد قد ايه بتنتبه لها شادي بمسرحي هلا عم تقدم سين مثلا وقبل كنت تقدم بالتجارب الجماعيه ولمعت يعني لما انفصلت او صرت عم تشتغل وحدك هالشخصيه تبلورت اكثر ولمعت وبينت بينت مواهبك اكثر قد ايه بتشتغل انه لما تقدم هيدا النوع من الفن تكون حقيقه عم تقدم فن فيه حريه ولكن هذه الحريه لا تتخطى حدود التجريح او لا تصل الى التجريح انا ما بحب اتعدى على الشخصيه يعني اذا مثلا عم بقلد شخصيه معينه بحب اكون انا كان بحط حالي محلها مثلا رئيس بري كانه هو بعطيه قيمته وبعطيه حجمه ما شيء منك من ارائك الشخصيه لان مثلا بالنهايه هذا رئيس مجلس نواب ولا رئيس حكومه ولا ما بعرف مين طيب انه مش شخص عادي هذا شفتي شو اعطيه حضوره اعطيه قيمته بيوصل مكانته يعني. بيوصل اكثر للناس بشكل هيك مرتب وحلو بيوصلكم من الناس انه ليه ما بتقلدونا يعني كمان الشخص اللي بيتقلد هو معناته شخص مؤثر وشخص قادر يعني له وجود وله مكانه بهالمجتمع يمكن في شخصيات سياسيه ما بنسمع انه ولا مره انحكى عنها او تقلدت او اعلاميا بيكون حضورها خفيف اعلاميا عرفتي شو؟ لان نحن اللي ظاهرين على الضوء كثير بنقلدهم مشان الناس تعرف انه مين عم تحضر او مين عم نقلد شخص مش عم يحكي في نواب ما بنعرفهم اساميهم هلا نعم في نواب ما بيحكوا طب شو بدك تقلدي فيكم ما تحكوا مثلا فيكم بهالاطار قلدتي كمان اصالك اذا بخبرينا كيف مثلا لاقول لك كيف مثلا في هلا قلت لي يعني هيفا انتخبت يعني اجمل سيده بالعالم من شي اسبوع ما بعرف اذا عرفتي فيها بحب اقول لكل المشاهدين انه يفوتوا على التوب 29 وومن وانا كنت اجمل مره بالعالم الحمد لله وانجلينا طلعت المرتبه الثالثه فمنيح لما نزلتي انت لانك انت ربحتيني
فبحب اتشكر الكل اكيد. طب هون يمكن احيانا يزعلوا يعني اذا يمكن ما تحب مثلا هيفاء او ما تحب. انا هلا وصلت انه هي طلعت اجمل مره بالعالم يعني بس قلت انا بحب اعمل ارتجالي بالمواضيع الحكي يعني بحب تابع الاحداث. هذا اللي سالتيه قبل انه كثير مهم بس نقلد نحن نعرف شو عم بيصير احداث الفنيه مع كل فنان. من هون بتركب نص يعني مثلا هلا فيني جاوبك بمادونا مثلا على الحدث اللي صار مع هيفا. يعني انا اليوم مبسوطه للفنانه هيفا طلعت هيك اجمل مره بالعالم. اي ليش لا، بس انا كمان طلعت اجمل فنانه من زمان هيك بالشرق الاوسط. اي حلو يلا، بس الغيره مش حلوه يعني بين الفنانات، بس انه الف مبروك وهيك. قدي بونيتا الحضور الانثوي وكمان بسال شادي الجميل عم بيكون هو كانه اساس من اسس هيدا النوع من الفنون او من المسرح الستاند اب كوميدي او غيره. عم نشوف دائما صبايا حلوين، اجسام حلوه، في 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 يعني بينشغل على هالموضوع. ليه؟ بينطلب لانه العين على الشاشه بدها الشكل والموهبه وكل هول اللي يعني بدهم يتطلبوا. يعني اذا جابوا فنان هلا في برنامج مثلا عم بيقطع في مثلا صبيه هيك وزنها زايد شوي، طب هذا الشيء ما بيساعد. حتى مثلا اذا بدهم يجيبوا لها ثياب من محلات يعني بزنس وايز ما عم بتسهل الشغل. وحتى يمكن في عندك اشخاص انه لو جسمها مش ضعيف ومنكع وات ايفر مش قريبه للقلب، وفي عندك اشخاص ناصحين قريبين للقلب. فمش بس انه الشكل، هلا اذا في صبيه منا كثير حلوه بس اذا مهضومه بياخذوها بدنا هيك بالبرامج. قد ايش بتتكلوا على العنصر الانثوي الجميل والمثير لا يعني يتسوق هالعمل؟ وهل هالشيء بيكون يعني هذا الموضوع هاي؟ بصراحه يعني عن جد احترنا فيه. يعني بتيجي بتعطيهم ادوار او شيء، اذا ما اعطيتيهم ادوار بيقولوا لك هودي اكسسوار، اذا اعطيتيهم ادوار مش لبق لهم. اذا يعني كشادي مارون مثلا شو اي نوع من الصبايا او السيدات بتختار ليكونوا عم بيمثلوا معك؟ يعني هل الموهبه هي اساس ام الشكل هو اساس؟ الاثنين. مسرح الشونسونيه بيعتمد على صبايا حلوين، ما بقلل من قيمه حسب اذا كانوا مثلا مبتذلين. هن الصبايا بسين سين انا حضرتها وهن زملاء لإلي آلين احمر وتاتيانا. هن مش بس حلوين، هن مهضومين قريبين للقلب، حضورهم حلو. في كثير صبايا حلوين مش قريبين للقلب، يعني لازم يكون في عنصر الهضامه موجود غير يكونوا خفيف قريبين للقلب، بدهم يكونوا الناس تتقبلهم. اكيد قديه هالشيء ممكن يتعلمه الانسان شادي؟ يعني اذا ما في موهبه حقيقيه بموضوع التقليد وموضوع الافشات والذكاء والحضور الذهني، هل هالشيء بيتعلمه الانسان؟ يعني في ممثلين او اشخاص بيدخلوا على معهد التمثيل بيتعلموا التمثيل بموضوع التقليد. في عندك عامل الخبره كثير مهم، هذا ممكن يوازي او حتى يطغى على موضوع الاكاديمي بالجامعه. عامل الخبره كثير مهم. نعم. طب شادي الحريه، يعني نحن بنعرف انه لبنان هو يمكن من البلاد الرائده بالعالم العربي بموضوع التقليد لانه في حريه، لانه اذا قلدنا رئيس او وزير او نائب او اي كيف ما في حريه؟ ما في حريه، في شخصيات كثير ما فينا نتطرق لها. نعم. كسياسيين مين بحط الحدود ومين بحط التلفزيون او الامن العام هو اللي ممنوع تقلدي برا. انا بشوف الجيلان في شخصيات محطوطه اسماء معينه مش محطوطه ما 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 بتقلدي. انا بعتقد مذكوره بالدستور انه عندك رئيس الجمهوريه والرجال الدين والعسكر. نعم. هودي مش ما بتقربوا ممنوع تقربوا ثوبهم ابدا، ممنوع واحد يقرب عليهم. هو ما مفروض يكون ممنوع. ولكن لبنان مقارنة مع غير دول بالدول العربية، بس نحن عم نحكي يعني في صبايا جوا سألونا انه اذا بقلد انه نحن عنا اختيارات كثيرة. لا بالاخص الرجال، يعني اللي ما فيهم يقلدوا كل السياسيين. هل هالشي بتحكي كل شيء؟ هلا بالتلفزيون، بالتلفزيون تبقى المحطة، ادارة المحطة هي بتحط خطوط عمر للعبة. يعني لما كنت بالتلفزيون مثلا او لما تشتغل شيء للتلفزيون بكون في خطوط او بكون في سقف ما بتقدروا تتخطوه؟ هلا الواقع اللبناني، الواقع لبنان الطائفي، كل القصص هيك بتصير، نعرات طائفيه، اخبار من النوع، لان بعتقد هالشيء منيح يعني مش غلط. بس نحن شفنا كثير من الشخصيات السياسيه من كل الطوائف تقلدت، يعني غير الرئيس بري، مين هيك بجذبك لتقلده وبتقلده بشكل؟ انا بحب مالك مكتبي.
شخصية إعلامية ملك مكتبة. كيف نحن سامعينك بتقلده يعني بتقلده بشكل كثير كثير جيد، وليه اخترت مالك مثلا؟ شو استفزك بشخصية مثلا مالك؟ عاملينه سكتش عن موضوع الحلقة رجال المعنفين من قبل زوجاتهم المسترجلين. نعم. هو أيضا يعنف، يضرب، يعاني، يتألم، والنتيجة عنف، تكسير، تجبير، جرح، فجرح أكبر، فدواء أحمر بالخط العريض عنده هيدي. نعم. يعني سهل كمان تقليده لما يكون في صوت معين او اسلوب معين هالقد بارز او بالشخصيه، يمكن سهل تقليد هالشخصيه. صحيح. مثلا عملنا الاعلامي وليد عبود. نعم. مثلا خير، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج بموضوعيه نستقبل في الاستوديو. عرفتي شو؟ في ناس في سهوله مثل ما قلتي، مثلا واحد يستخرج منهم الكاريكاتير. في ناس اصعب من هيك. نعم. طب بونيتا، يعني بدي ارجع لموضوع الحريه، انه نحن يقال دائما انه لبنان هو اكثر بلد رائد بهالمجال، لانه بالعالم العربي صعوبه جدا انه نقلد شخصيه معينه وما يصير في لغط حولها. بلبنان هالحريه موجوده بكل التلفزيونات وعم تستخدم هالامور لاسباب سياسيه. يعني نشوف مثلا بتلفزيون معين ينتمي الى الزعيم المعين، بصير في رشق على الزعيم المعين. هذه كتابة، انا ما اقصد بالكتابه. تدخلي بموضوع الكتابه؟ لا، انا كتابه لا تؤدي. نحن شو بنكتب لنا سكتش بنعمله، بس انا كتقليد، لانه الحلقه كانت على التقليد، انا ما بحب حدا يحط لي حاجز بالكاركتر اللي انا بدي اقلده. انا هيك تبعت. طب معك حريه كامله بموضوع تقليد الفنانين والفنانات؟ ايه، بس يعني بس بتقيد شوي مثلا باللباس. يعني في محطات قلدت الشخصيات، كنت حابه انه اطلع كشكل انه سيب شوي قرب الشخصيه، فكنت متحفظه باللبس. نقص هالشي بس مش مشكل، انه بتشتغلي على شيء ثاني. هذا ببرهن مدى قوة الفن اللي منقديه. إيه، النقطة اللي حكيت عنها بالنسبة للبرامج. نعم. انه المحطة اوقات هالبرنامج من خلاله بتقوي، يعني بتوصل رسائل سياسيه وبترشق. شوفي قديش قوه الشيء اللي بنقديه نحن. بصيب قديش الرسائل السياسيه الموجوده بهالنوع من الفن بتصيب وبتاثر شادي برايك، ام هي فقط نقل للواقع وعكس لهذا الواقع؟ أنا بقول السياسي بمجرد الانتقاد هو رساله نحو التصحيح. يعني برايك عم بتصيب، عم بتادي دور ما هلا عم بتفوت باللعبه اللبنانيه الضيقه، انه عرفتي شو؟ نعم، تزريك والقصص. بس طيب انا بقول دوره مش هيك. هو شو دوره هو بشكل عام يحكي عن القصص الاجتماعيه اللي بتعني كل الناس. ما يكون في الزريب السياسي اللبناني انه يعطي بعض الحلول، بعض الامل، ام يعني هي بحد ذاتها الضحكه لما نشوف شخصيه عم تتقلد، بنحبها او ما بنحبها رح نضحك ورح نفرح، بس ما حيتغير شيء يمكن من ناحيه علاقتنا بهالشخصيه او علاقتنا بآراء السياسيه او بنهجها او ارجعي لي السؤال. يعني انا اللي بقصده انه لما شردت بجمالي. ميرسي. لما تتقلد هالشخصيه المعينه، شخصيه فنيه او شخصيه سياسيه، بتكونوا انتوا عم تنقلوا هالشخصيه كما هي. الشخص المتلقي اذا كان بحب او ما بحب رح يضحك على هالموضوع، ولكن ما بيغير هالشيء من رايه تجاه هالشخصيه. بلا، في اشخاص ما بحبوا تقلد فنانه. يعني انا مثلا قلدت فنانه معينه، مع انه قلدتها مثلا حلو وكل شيء، هن لا خلص مدري شو يعمل، انا ما عملت شيء، ما غيرت لها بشكل، عملنا مثلها، قلدتها ما هيك. بيزعلوا لانه بحبوا هالفنانه، ولكن احيانا يمكن يحبوا شادي مارون لانه بقلد الرئيس الفلاني او الوزير الفلاني. اذا كان عم بقلد بطريقه حلوه يمكن يحبوا، يعني بالعكس بيعملوا عليه، يحبوا الشخصيه اللي من خلاله. نعم. يعني هون بتساهموا انتم بمطرح ما كمان بالترويج لهالشخصيه. لا، عندنا مسؤوليه هون كمان بهالنقطه. ايه، انه ممكن تشوهي، ممكن تحكي بموضوعيه، ممكن. عرفتي كيف؟ قديش في موضوعيه عندكم كاشخاص، يعني بعيدا عن السكريبت اللي بينكتب وبعيدا عن توجهات انا ما بحب التطرف بالمواقف. موضوعي، يعني بتجرب تكون موضوعي. بحب موضوعي هيك خفيف مهضوم، اضحاك الناس بطريقه مهضومة. وذكي وحضور، يعني ذهني دائما هيك حاضر، شادي ملتفت بهال. بس انا اليوم مش
لا ليه شو مش كتير منيح عظيم. انا بدي اشكركم كثير على حضوركم معنا، ونحن دائما ناطرينكم باعمال حلوه وجديده، ومنحب شخصياتكم مثل ما هي ودائما الى الامام ان شاء الله. نتامل تشرفينا بالمسرح كمان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم.